الحاله الماليه اللي فيها. كنا عايشين في وضع معين وبعدين ما بقيناش في نفس الوضع. او هو ما بقاش يشتغل. او الماده قليله. الزوجه الناصحه بجد، الزوجه الناصحه اللي تعرف تعمل ايه؟ اللي تعرف تدبر. اللي تعرف تعمل حاجه اسمها ميزانيه البيت. اللي تعمل حاجه اسمها اظرف، لو ترجعوا لحلقه الميزانيه هتلاقوها على اليوتيوب. اظرف، عندنا الظرف رقم صفر، عندنا الظرف رقم واحد، وبعدين الاظرف الصادرات والواردات. الظرف رقم صفر ده يبقى ايه؟ يبقى ده الطوارئ. بحط ان شاء الله 10 جنيه 100 كده، ماليش دعوه بيهم. كل شهر ماليش دعوه بيهم. وعندي الظرف رقم واحد للمستقبل. وعندي ادي الصادرات بتطلع 1 2 3. يقول لك اصلا خلاص هي الصادرات راحت، ادي البيت والايجار والجرالك والميه والكهرباء والبتاع راح الوقت. لكن احنا كمسلمين عندنا مردود تاني اسمه البركه. البركه دي مش بكثره الفلوس. ده ممكن يبقى لقمه قد كده ونحن ندعي الله سبحانه وتعالى بيها بمال حلال يبارك ونشبع منها افضل وابرك من حاجات جايه ب 3000 ليره ولا 4000 ليره. البركه. فدايما نسال ربنا البركه. البركه فين؟ في البخور. صلي الفجر يا بنتي. اللي بتشتكي من ضيق ذات اليد او ضيق ذات عند زوجها صلاه الفجر. ليه؟ في بركه بعدين في البخور. وندعي فتره من بعد صلاه الفجر الشروط دي هي دي. النقطة الثانية إن أنا أدعي في السجود وبعد الصلاة أو الدعاء 3 و4 7 حاجات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله عز وجل يقول لي صدقت 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 صدقت. اللهم اغفر لي قد فعلت، اللهم ارزقني قد فعلت، اللهم اجبرني قد فعلت. الله عز وجل بيقول لنا كده سهلة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اجبرني. مفيش اسهل من ديننا. مفيش اسهل منه، بس احنا ما عندنا شويه معلومات شويه. لكن ديننا كبير في كل حاجه، في حل لكل حاجه. طيب. من ضمن الاسباب الغياب لاحد الشريكين. يعني واحد سايب البيت. بشتغل. دوام في دوام 12 ساعة و13 و18 ساعة عشان أجيب لكم المام، عشان أجيب لعيالك مش عارفة إيه، فمش مظبوط. لا لازم يكون. طب هنعمل ايه؟ ما احنا برضو ما يعني يا كده يا كده. استقطعي ولو دقيقتين ثلاثه. خدي دايما وتر 3 7 بس هم 7 دقايق يعني. لان هو دماغ الراجل بيفصل بعد 10 دقايق. ده حقيقي. اخد 7 دقايق من بعد صلاه الفجر سلم على الاولاد، السلام عليكم، بنحبك، وحشتنا، سلام. لكن في يوم اجازه، عندنا يومين اجازه، يوم كامل نام وراح وارتاح عشان جسده حق، واليوم الفاضل ده بتاعي انا والاولاد. ما تستغنيش عن كده. لا جلسه العيله ولا اليوم الاسبوعي ابدا. والغياب دايما خلاص مش فارق معاها او هي اعتادت على الغياب. اسمعي بقى يا دي الزوجه وهقول لك نصيحه تحفه جدا. اوعي، اسمعوا يا زوجات، اوعي دماغ زوجك يتحط فيها خليه فيها زوجتي غيابي مش فارق معاها. لا ده فارق وفارق، بس ما تبقيش نكديه. يعني فارق معايا غيابك بس بحب. وحشتنا، مالناش غيرك، وحشنا يا عم سماع صوتك، مشيتك فين في الطرقه وانت عمال يعني بتخبط وبترزع فينك؟ يبقى دايما عندك الحس احنا محتاجينك في البيت. احنا حاسين بافتقادك في، حتى لو مفيش تنفيذ كامل بنسبه 100%، لو 10% حلو بحس ان احنا نوازن. لكن اتحط في قلب زوجك انا مش فارق، يبقى انا مش فارق. ولما يجي وقت فاضي ما عادي متعوده وما قالتش وما استقتش وما بعبرتش غلط. ودي نقطه مهمه خلوا بالكم منها.